رمبارك جميل يا خبيص. رمضان جانا وفرحنا ابو بعد غيابه. اهلا رمضان رمضان جانم تيرارم تيرارا تيرارم رارا. رمضان هالسنة أحلى معاك يا الحديدة. والله أنا متحمسة. بس الله يعينك على الزحمة ومشاوير الليل. إيه معاك حق، بس رمضان كله خير وبركة. يا خبيص يا خبيص وينك فيه؟ هني هني يا عمو بحريص، نركب الزينات والحبشتكات حق رمضان. وانت يا مهندس يا مهندس شيك على السلك زين، وانت لا تحرق الفيش، لا تبلشنا بعمرك، تعدل يا رمضان. ما شاء الله اشوفك تعلمت وجبت كهربائي. هي يا عمو بحريص، وكله تحت اشراف الخبير العالمي. المهم يا ولدي يا خبيص، نستعد رمضان بالأعمال والطاعة. هاي يا عمو بحريص، وأهم شيء مكارم الأخلاق يا عمو بحريص. صدقت يا ولدي. يعني مثلا 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 من الأخلاق إننا نبارك للناس بشهر رمضان. خنباقة السلام عليكم. وعليكم السلام يا خبيص، مبروك عليك الشهر يا خنباقة. علينا وعليك إن شاء الله. يا ولد يا ولد، رقيتوا ولا بطراطيعكم يا أخي، قلني شلهم يا أخي كون يفهموا. يا خبيقة هذول بزران يا أخي، رقونا الله يهديهم يا أخي، رقونا البزران هذولي. ايه بس برضه يا أخي الدنيا رمضان. انت ما يا أخي يا أخي تفقعني أنا، تفشع علي أنا ولا إيش يا أخي؟ الله يهديك يا خبيص. وعندك مثلا سر الفول، لو وقف شايب وراك في السرة لابد انك انت تبديه عليك. ومن الاخلاق كمان انك ما تذي خلق الله وتقفل الخط عشان تلحق الفول. اوف وش ذا الوقفة هذه، أذيتينا. انا اسفة معلش، دقايق ويجي خبيص. واخر يا كامري عطلتينا. الله يهديك يا خبيص، جبت لنا الكلام. طبعا واهم شيء في رمضان تختيم القرآن. استغفر الله العظيم، اللهم اني صايم. ما في احزن من تلاوة القرآن، لكن الاهم انك تقراه بخشوع وتدبر، مو وانت تسوق. خاف الله في نفسك وفي الناس. نسيت وش صار معك بسبة الجوال؟ هي صحيح صحيح يا عم بحريص، وصلة الرحم، صلة الرحم واجبة في رمضان يا عم بحريص. انا كل يوم افطر مع واحد من جماعتنا، هذه دلالة على صلة الرحم. صدقت يا ولدي، صلة الرحم واجبة، بس من غير ما تسرع وتتهور عشان تلحق السمبوسة. معك حق يا عمو بحريص. وعلى طاري السمبوسة، ضروري يا عمو بحريص ان احنا نتجنب التخمة والإسراف في رمضان، وما ندبها علشان نعرف نصلي التراويح بخشوع وطمأنينة. ما شاء الله تبارك الله، الخشوع مقطع بعضه وانت مقفل على خلق الله معطلهم. أنا آسفة سامحوني، خلاص هذا خبيص جاء، دقيقة بمشي. والله إن كلامك درر يا عم بحريص. الله يقطع بليسك يا خبيص، نسيتني وش كنت بقول. ترى محريص مذهب فطور كذا وحالف إنك تفطر معنا. أصلي عليك وعليها عم بحريص، صدق إني ماني عارف وين كنت بفطر.